أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بعدما بات واضحا أن حظوظ التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة تراجعت بشكل كبير، عادت الأنظار لتتجه إلى مصير الردود الموعودة على إسرائيل سواء من إيران أو من حزب الله، بعدما تم تأخيرها لإفساح المجال أمام المساعي السلمية. أما في لبنان فالوضع في الجنوب على حاله، وقد شهدت ساعات الليل تصعيدا كبيرا جدا خصوصا في منطقة البقاع. وعلى المستوى السياسي لا جديد، فالرئاسة على فراغها والمجلس النيابي على شلله والحكومة على فشلها، إلا بالوعود الكاذبة وما أكثرها. ومحورها هذه الأيام مندرجات خطة الطوارئ تحسبا لتوسع الحرب. ومن عين التين طمأن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اللبنانيين إلى الإجراءات المتخذة رسميا تحسبا لتوسع الحرب، وأشار بعد لقائه بالرئيس نبيه بري إلى أن البحث تركز على ملف النازحين من المناطق الجنوبية ودور البلديات في هذا الإطار إلى جانب الوضع السياسي العام في البلاد والمنطقة. وضعنا دورة الرئيس بري بأجواء العمل القوى الأمنية، باهتمام القوى الأمنية بمناطق يلي عم يحصل فيها نزوح، لأنه يجب أن تبقى الدولة موجودة ويجب أن تبقى الدولة والأجهزة الأمنية إلى جانب المواطنين، سواء المواطنين الصامدين أو سواء المواطنين النازحين يلي عم ينزحوا، وأغلبهم بعده لا يزال ضمن مناطق الجنوب. نحن منحيي صمود اللبنانيين، منحيي صمود أهل الجنوب، منحيي صمود كل لبناني متمسك ببيته، متمسك بأرضه، متمسك بوطنه، وكلنا متمسكين بوطننا. وضعنا دولة الرئيس بأجواء عمل البلديات وكيف البلديات عم تقوم بدورها بهذه الظروف الصعبة، وخبرنا دولة الرئيس كيف عم نعمل كل الجهد اللازم لتأمين الدعم اللازم للبلديات عبر الموارد المتعددة اللي نحن ممكن أمنها للبلديات للاستمرار بالقيام بعملها. واليوم أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حركة حماس تتراجع عن خطة الاتفاق المطروحة مع إسرائيل من أجل إحلال هدنة في قطاع غزة. وقال بايدن ردا على أسئلة صحفيين في مطار شيكاغو بعد إلقائه كلمة خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي إن التسوية المقترحة لا تزال مطروحة، لكن لا يمكن التكهن بأي شيء، مضيفا أن إسرائيل تقول إن بإمكانها التوصل إلى نتيجة، لكن حماس تتراجع الآن. فاصل أول ونعود. أهلا بكم من جديد. محليا لا يزال ملف الكهرباء هو العنوان الأبرز، تقرير جاد جابر. استطاع وزير الطاقة أن يقفز فوق العراقيل التي لا تزال تواجهه عند كل استحقاق للاستمرار في ساعات التغذية التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان. فمع تأخر الفيول العراقي لأسباب لوجستية، استطاع الوزير فياض تأمين 4000 طنا من منشآت النفط لتغذية المرافق الحيوية للدولة، بالإضافة إلى 100 ميجاوات التي حولتها مصلحة الليطاني من محطاتها الكهرومائية إلى الشبكة العامة، وذلك بموازاة الهبة الجزائرية، كما وشحنة السبوت كارغو التي اتخذ القرار بشرائها. الأسبوع الجاي بتكون السبوت كارغو اللي لزمناها بعد ما كان مصر في لبنان وكهرباء لبنان اشتغلوا ليطلعوا الـ LC اليوم، ومن وراء قرار مجلس إدارة امبارح انه بتزيد الكهرباء ل 600 ميجا وات تدريجيا باليومين الاسبوع الجاي ببدايه الاسبوع، بيصير ل 600 ميجا وات، يعني بيصير عندك 6 ساعات تغذيه، بين الاربع والست ساعات تغذيه اللي كنا مستقرين عليها على فتره طويله. كمان في الفيول العراقي بيوصل 60,000 طن باقرب وقت ممكن، مبدئيا بده يوصل حسب حساباتنا بعد المبادله تحميل بالعراق 25 اب، والوصول لهون الارجح 10 ايام بعد ذلك، يعني اول اسبوع ايلول او ثاني اسبوع من ايلول. هيدا كله بدون ما نحسب الهبه من الجزائر. بحددوا لنا الاخوان بالجزائر حجمها، ونحن مترقبين لنشوف شو راح يكون حجمها. نحن اعطيناهم
المواصفات للفيول اللي بحاجه له اللي هو الفيول الجريد بي مثلا لمعامل الزوق والجي الريسيبروكيتنج انجينز، والغاز اويل لمعامل دير عمار والزهراني اللي بيخلونا نزيد التغذيه ونحافظ على مخزون نوعا ما استراتيجي. هذه المعطيات ترافقت مع طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من التفتيش المركزي إجراء تحقيق فوري بموضوع الانقطاع الكلي للكهرباء، فهل يرى الوزير فياض نفسه مستهدفاً من هذا الموضوع؟ إذا أنا يا خي أنا إذا باستهدافي بيقدر يجيب كهرباء ويأمن الاستمرارية للتغذية وزيادة التغذية اللي هي طموحي الأول والأخير بالملف فايدة فليكن، بس ما بتوقع أنه بيقدر يكون في استهداف لأنه أنا رح أقتل حالي رح أشعر حالي شقف اثنين لحتى نعمل الموضوع. فلا مش هيك الموضوع، مش الموضوع أنه أوكي كلنا مسؤولين وكلنا بنحمل جزء من المسؤولية من فوق من رئيس الحكومة لحتى رئيس برلمان لا الوزير الطاقة لا المصرف المركزي لا كهرباء لبنان اللي لازم ما يكون فيها البيروقراطية كمان بتنفيذ الأمور. في كل مرة يقع لبنان أمام معضلة دفع مستحقات العراقيين بسبب تمنع مصرف لبنان من سدادها متذرعا بعدم وجود غطاء قانوني يتيح له ذلك، فهل نبقى على نفس المنوال؟ كمان أنا قلت لك كلنا عنا دور بلبنان، النواب عندهم دور بدهم ينتخبوا رئيس، بدهم يمرقوا تشريعات الضرورة، بدهم يعملوا لوبينج لتشريعات الضرورة، ما بيكفي بس نحن النادي البرلماني بشكل عام، بدنا الكتل النيابية تتحرك تتعاون لتقدر تعمل نصاب لتقدر تعمل قوانين. يعني حتى هيدي بغياب الاتفاق السياسي على رئيس الجمهورية كمان هيدي بدهم ينسعى فيها على الأصعدة على المكونات بقلب البرلمان. هيدا البرلمان طيب بالمصرف المركزي كيف كان يحلو المصاري قبل وبطل يحول بعدين، مع العلم انه الغطاء القانوني لما في اخر 118 مليون دولار حولهم ما كان في غطاء قانوني لهم. اذا لا يمكن للكهرباء ان تؤمن بشكل مستمر اذا لم يتكاتف المعنيون لملاقات مساعي وزير الطاقه للابتعاد عن شبح العتمه الشامله وتامين ساعات تغذيه اكثر للمواطنين. رئيس لجنة الأشغال النيابية سجي عطية يرد على دعوة رئيس حزب القوات سمير جعجع له بملف الكهرباء ويطمئن العتمة لن تطال مطار بيروت. عندنا باللجنة في اقتراح قانون مقدم لإعادة البحث بقانون الكهرباء لأنه من 2002 ما طلع قانون جديد، كان في إشكالية بموضوع الهيئة الناظمة وتأليفها وتأسيسها تعرف خلاف سياسي، وهذه كان القانون بأهميته أنه في شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام الموضوع، ونحن وعدنا أنه بأسرع وقت ممكن حنناقش وعم نتناقش ضمن الجلسات يعني موضوع الكهرباء. لأقول لك ليش الموضوع شائك، يعني امبارح بعطيك مثل، كان ضوء الليطاني أو حولوا له من الليطاني لمطار بيروت معدل مصروفه 10 ميجاوات، ما في ساعة زمان إلا طقت كل الديجونتيرات ونزلي طلع المصروف 20 ميجاوات، يعني في 10 ميجاوات مسروقة على الخط من الزهراني للمطار، يعني 50 يعني 100% السرقة والتعدي على خطوط الكهرباء بلبنان، يعني كلفتنا عم ندفع 100% دول. هيدا نموذج طلع معنا امبارح بس بهالتست اللي نعمله. يمكن كرئيس لجنة أشغال نيابية تعطي تطمينات إنه المطار لن يغرق بعتمة أو نرجع على هيدا الدوامة؟ إيه تأمن الميزود أو الفيول أويل أو الكميات للمولدات الموجودة، وزير الأشغال عنده مولدات كبيرة، جاي هبة مولد كبير أمله ميزود، يعني المطار ما بقى في عتمة، يعني هيدي منطمنة وتأكدنا منها وموجودة. ثاني شيء سلفوا من الجاج كميات، موضوع المطار أصبح انضوى إلى حد ما، يمكن ما فينا نكيف كثير بس على أي موضوع ماشي الحال، يعني كل يومين ثلاثة بعتقد الأسبوع الجاي حيجي، والجزائر كمان وعدتنا التبعات، يعني لبنان بالعلاقات الدبلوماسية والسمعة التاريخية السابقة ومحبة الأشقاء العرب عم نضل نقلع ما يخص بمطالع ليعاد، عمليا هيدا في حاجه كبيره الى مثل ما بتعرفوني اثناء سابقا حاجه وطنيه واجتماعيه واقتصاديه وعنده كل الامكانيات يشتغل، ما حكيت كثير بالتفاصيل. المطار شغال وهلا فينا نستعمله، ان شاء الله ما نعوز نستعمله بالحرب، ان شاء الله نستعمله بالسلم ويكون مرفق تجاري اقتصادي كبير للبلد وحاجه للمنطقه، نحن ماشيين فيه ممنونين لكل اللي عم بيضغطوا بهالموضوع، بدنا نكون بايجابيين، عملنا جولتنا على كل الكتل وكل
توافقوا ومن كل الكتاب. في شوية هواجس عند البعض بالتوقيت عم نبددها معهم، وإن شاء الله بعد الحرب وطالع الإعاد حيكون شغال. الهواجس عند حزب الله، يعني أنت اليوم عم تتوجه لوزير الأشغال عم بحكي تحديداً علي حمية. قعدنا مع كتلة المقاومة وحكينا بمطار الإعاد، أبداً ما رفضوا الجماعة، بالعكس قال نحن مع مطار تاني وثالث ورابع، رح نعمل دراسات ونقعد ونحكي. وحتى نحن كنا واضحين معهم، يعني هن بتعرف عندهم خلفيات سياسية وأمنية كون المقاومة، نحن بنحترمها، أنه إذا عندكم أي هواجس تعالوا نبددها سوا. وهلا نحن إن شاء الله بعد أيلول بس يفتح المجلس حيكون في دراسة لمخطط توجيهي عام للنقل الجوي بلبنان. نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية، للمزيد تابعونا عبر موقع oti.com.lb وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.